بآخر محطاتنا لليوم نرمين، ضمن الأيام الفضيلة اللي عم نعيشها أكيد العمل الإنساني بيكون حاضر وموجود على الأرض، وصرنا نشوف كثير من الجمعيات التطوعية الخيرية اللي عم تكون حاضرة إن كان بالأعياد وإن كان برمضان وحتى بالأيام العادية. صحيح رشا، يعني هي المبادرات التطوعية هي عم تكون بركة هي الأيام الفضيلة. رح نحكي عن أحدث هي المبادرات مع ضيوفنا لليوم، نزار عز الدين زنبوعة وهو متطوع من مطبخ دانيا. اسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. وايضا معنا محمد جدوع متطوع في فريق عمرها التطوعي. اهلا وسهلا فيكم. اسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم، يعطيكم الف عافيه مبدئيا على الشيء اللي عم تعملوه اليوم. اي شيء نحن قادرين نعمله ولو كان جزء كثير بسيط عم ياثر على الارض. يعني خلينا نحكي عن المبادره اللي انطلقت، وخلينا نحكي عن الاشخاص اللي ممكن يستفيدوا منها. تمام. نحن هلا كفريق عمرها التطوع لنا شراكات مع مطبخ دانيا بعده فعاليات، سواء برمضان او بالايام الفضيله المباركه مثل هلا مثلا يوم عرفه. طبعا هي الفكره، فكره مطبخ دانيا لنحكي الصراحه، لانهم كان عندهم فكره ليوصلوا لألف وجبه لناس يوزعوها بهذا اليوم باعتبار هو يوم صيام يوم الجمعه. فنحن كفريق عمرها إن مشاركه بالتوزيع، إن مشاركه كمان يعني بالتجهيز، ولكن هن الفضل الاكبر لإلهم لمطبخ دانيا اللي انطلقوا بهاي الحمله. هلا هاي الحمله بتستهدف 1000 شخص، حنوزع باعتبارنا نحن كمسؤولين عن التوزيع، حيكون لنا توزيع دوام دمشق وريف دمشق. دمشق في احياء عشوائيه، ريف دمشق كمان مثل خلينا نقول يلدا، ببيلا، بيت سحم، عده اماكن اخترتوها او هيك بشكل عشوائي او بشكل منظم؟ هلا نحن هدول الاماكن دائما لنا زيارات لإلهم، فانه دائما بنروح لعندهم بيكون واقعهم واضح اكثر. صحيح. اكيد يعني الوجبه، خليني اقول لك شغله، هلا نحن وجبه الافطار اللي بنقدمها نحن ما بناخذ داتا عليها، لانه نحن اكيد ما حندق الباب نعطيهم الوجبه ونسجل انه اخذتوا لقمه اكل عرفتي، فلا نحن هاي انه بهذا اليوم بنروح على حاره عشوائيه. عفوا انا اللي عم اسالك هذا السؤال، لانه شفنا برمضان انه مخاتير الحواري نزلوا لعاج جمعيات اللي كانت عم تعمل اعمال خيريه وقدموا لهم داتا بعوائل اليوم هي بحاجه لهي الوجبه. تمام. هلا نحن بنتعاون مع المخاتير ومع مع الاشخاص المفتاحين بكل منطقه، ولكن خليني اقول لك بتوزيعها اللي خليني اقول هي شوي محرزه مثل سله مثل ثياب. تمام. فايه اوكي بنتعاون معهم. تمام. سيد نزار، عرفنا الحملة أو الفكرة بلشت من مطبخ دانيا، خلينا نحكي كيف بلشت الفكرة والتحضيرات، احكي لنا كمان عن أجواء المتطوعين اليوم والشراكة اللي صارت بينكم. إحنا بالنسبة للشراكة اللي بيننا وبين فريق عمرها كانت الفكرة هيك مستوحاة إنه شيء يعني عمل إنساني بحت، إحنا كنا نحبه كتير ولقينا كتير شغلة حلوة وتعاون مع الأستاذ محمد وفي مصداقية بالعمل، وكانت الفكرة مستوحاة من حوالي شهر. إحنا كنا لازم إحنا نعمل هدول الألف وجبة بتنسيق مع أخ الأستاذ محمد، واشتغلنا عليها إحنا وفريقه معنا طبعاً عم يشتغل فيها هي الحملة، وإن شاء الله بكرة بيكون بتم توزيعها والأمور كلها إن شاء الله بخير، ونحن عنا ثقة كبيرة بالأستاذ محمد والمصداقية في عمله. شو بدكم تطبخوها؟ ترى نشوف. إحنا طبخها تكون كبسة بكرة. طيب. هي عبارة عن 1000 وجبة مقدمة من مطبخ دانيا بالتنسيق مع اخي الاستاذ محمد. ان شاء الله هيك اكيد حتطلع ظريفه وطيبه. طبعا. مين اللي الاشخاص اللي بدهم ينزلوا ويقدموا هي الوجبه؟ خلينا نحكي عن الفريق التطوعي. هلا نحن فريق عمرها التطوعي، نحن انطلقنا من 2015، هلا نحن صرنا جزء من مؤسسه اللي هي اسمها مؤسسه عمرها. فريق عمرها حينزلوا صبايا وشباب بعده اماكن، مثل ما قلت لك هن المتطوعين معنا، ناس صار لهم سنتين، ناس صار لهم ثلاث شهور، اربعة شهور، فهن بهذا اليوم خصوصا يوم جمعه يعني بتعرف صعوبه المواصلات وهي مشكله عم نعاني منها هلا حتى بالتوزيع، فالاشخاص اللي هن قريبين بهاي المناطق او الاشخاص اللي هن فيهم ينزلوا على مناطق قريبه عليهم فنحن حنستعين فيهم. خلينا كمان نحكي عن يعني عم نحكي عن 1000 وجبه كمبادره اليوم، اكيد هاي ال 1000 وجبه بدهم مواد، بدهم تحضيرات. طبعاً. خلينا نحكي مع مين اليوم كمان تمت الشراكات، وكيف عم تلاقوا هلا المجتمع الاهلي ومختلف الجهات في نفس الحماس اللي هيك كان قبل سنوات على هذا العمل التطوعي؟ بصراحه بدنا نحكيها، الحماس موجود والعمل موجود. اكيد موجود. يعني انا مثلا مثل امبارح عم بحكي مع اخي الاستاذ محمد، انه امبارح الساعه 2 بالليل وانا عم حاول أمن المواد الأولية، جهز الأمور بحيث إنه نحن ما نتأخر بكرة عن الموعد التوزيع، والألف وجبة يكونوا طالعين وخالصين أمورهم كلياتهم،
وان شاء الله كل امورنا بخير. نحن مأمنين كل شيء قبل ما نجي لعند حضرتكم مشان تكون امورنا ان شاء الله بخير. ما شاء الله فريق عمرها هلا موجود وعم يشتغلوا معنا ومتعاونين معنا، وبرجع بقول لك المصداقيه هي عند الاستاذ محمد وفريقه. اكيد عن تجارب سابقه كانت بيناتكم، مثل ما نقول اذا خليت خلبي. صرنا احنا سنتين يمكن نحن والاستاذ محمد شركاء بهذا العمل، ونحن عن طريقه كثير كثير مبسوطين، في اريحيه لانه في مصداقيه بالعمل. برجع بقول لك وشي يعني عم يعني عم يصير انه علنا انه عم يعطي الناس اللي عن جد هي بحاجه لهي الماده، مو مثلا حدا بيحمل بيمشي او شيء، لا، دائما الاستاذ محمد بيكون عنده مصداقيه وشيء موثق انه هم عم يعطوا ناس تستحق هذا الشيء، ويرسموا ابتسامه على كل وجوه الناس على العيد. ان شاء الله الله يجبر بخاطر كل حدا، بيجبر بخاطر ناس خصوصا بهي الايام الفضيله. خلينا نحكي شوي عن الدعم اليوم، مين الجهات الداعمه اللي كان لعمرها او لاي جمعيه اليوم خيريه حابه انها تشتغل وتقدم شيء؟ هلا الجهات الداعمه حاليا بهي الفتره ماديا، طبعا عم نحكي ماديا، اي عم بقول لك بهي الفتره مو من السنه الماضيه او اللي قبلها، هن مجتمعات اهليه، رفقات الاهل، المعارف الشخصيه. يعني رح اقول لك شيء، نحن عندنا رفقاتنا طلعوا برا البلد، فهدول الاشخاص كانوا بالبلد بيعرفوا شو الوضع، فهن صاروا عم يساهموا اكثر من غيرهم. فينا نقول مغتربين، فينا نقول حتى ناس من جوا سوريا عم يساعدوا. يعني الحمد لله انه هاي المحبه، خليني اقول لك المحبه من الاشخاص من هدول المجتمع الاصدقاء هي زادت اكثر. بالمقابل كان في مثلا شركات جهات اكبر تدعم خفت كثير، لانه يمكن صارت زادت عليها الضغوط او هيك، فهنو كمان الله يعطيهم العافيه. يمكن صار اتجهوا لدعم بنواحي ثانيه، اكيد يعطيهم الف عافيه الكل عم يشارك اليوم. ايه الحمد لله. تمام. يعني انتم العمل التطوعي مثل ما نقول مش رمح بدمكم، فما بتوقفوا، كل ما انجزتوا مهمه بيكون عينكم على المهمه الجديده. خلينا نحكي شو تحضيراتكم مستقبلا؟ هلا نحن عم نحاول نحن والاستاذ محمد نعمل برامج على مدار السنه ان شاء الله، يكون انه على طول يصير هذا الوضع تبع الوجبات، تبع توزيع الاكل، هالشغلات، انه بيشغل باستمرار برنامج يصير اسبوعيا مثلا او بالشهر، ومشان الامور تضل هيك ماشيه. وما شاء الله بعدين الناس هلا بلشت يعني بظل هالازمه اللي صارت، الناس صارت تحس بالوضع اللي صرنا احنا عايشينه، وتحس بالفقير وتحس بالمحتاج. فيعني هلا احنا عندنا زبائن مثلا بهذا المطبخ من يعني الناس من ميسورين الامر، فهن لحالهم يعني انه بدنا كذا نوزع لحدا، انه بدنا نعمل طبخه لحدا مستاهل لحدا فقير. فنحن جمعنا هي القصص كلياتها، هي كلياتها عملناها جمع واتفقنا مع الاستاذ محمد وسميناها حمله الالف وجبه، والحمد لله انجمعت معنا، والاستاذ محمد هو حيكون المشرف الاول والاخير على توزيع هذا هاي الوجبات. ان شاء الله بتوصلوا هيك لحمله المليون وجبه. ان شاء الله ان شاء الله ما بقى نحتاج لهدول الوجبات، ترجع الامور مثل ما كانت ونرجع مثل ما كنا للايام الماضيه. خلينا نحكي اليوم اعلاميا والقاء الضوء على هدول الجمعيات والفعاليات الانشطه الخيريه، قد ايه مهم اليوم؟ وخليها ما تروح كثير، هلا في ناس بتقول لك ها نازل الطعمي الناس ليش عم بتصور؟ طيب هلا فشو بترد انت على هدول الناس؟ نحن بهاي الحرب من 2015 من وقت بلشنا نصور ولا ما نصور؟ شو نعمل؟ نصور ولا ما نصور؟ نحن كفريق عمرها نحن ممنوع نصور وجه مستفيد بشكل مطلق، ولو عم ياخذ سياره ممنوع يتصور. نحن بنصور الحاره، بنصور انه نحن عم نقدم، لانه بالاخير كشخص بيتبرع بده يشوف وين، بدي اعرف انه هذا الشيء عم يتوزع ولا لا. بالاخير في شيء يعني خليني اقول لك، في ناس بتحب تشوف عمل الخير، وفي ناس وقت تشوف عمل الخير عم يصير تنعدى، يعني بصيروا انه غيري. العدوى الايجابيه بتصير غيره ايجابيه. تمام، العدوى الايجابيه طبعا نحن بنتعرض ل تنمر، خليني اقول لك ايه انه ليش عم تصوروا، ليش عم تصوروا؟ بنقول له اخي نحن ما حنصور، انزلوا وزعوا انتم ولا تصوروا. طبعا ما حدا بيوزع، عرفت كيف؟ بس انه نحن يعني الحمد لله انه هاي القصه بنتجاوزها، انه نحن اكيد حنصور، بس نحن ما بنصور وجوه مستفيدين، ما بنصور اي شيء يدل على شخص المستفيد. يعني مثلا اليوم عندنا توزيع ثياب، عندنا توزيع ثياب منطقه يلدا، نحن الشرط الاساسي للمصور انه بتصور الولد من ظهره صوره وهو ماسك قطعه ثياب، ممنوع يتصور احنا عندنا اي مستفيد، بس الشخص المتبرع بده يشوف. وحتى خليني اقول لك مشان نشجع غيره. حابب تحكي شيء نزار كان حصل؟ حابب احكي شغله واحده وتعليق على كلام الاستاذ محمد. نحن عندنا كثير من الزبائن يعني ميسورين الامر، فهن حبوا الفكره وحبزوا فيها، لانه عمليه التوزيع كانت حلوه كثير،
من قبل الأستاذ محمد في مصداقية مثل ما تفضل حضرته، أنه تصوير من الظهر أنه شايفين حالة الناس اللي عم تأخذ، يعني باينة أنه الناس بحاجة اللي عم تأخذ وفي مصداقية. ولما نحن عم نقدم الفيديو اللي عم يعرضه الأستاذ محمد للناس المتبرعين، فالناس حابة كثير الفكرة ومحبزة عليها، وصار ما شاء الله عليه الأعداد كثيرة ما شاء الله. يعني أستاذ محمد غني عن التعريف يعني بصراحة. يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله بتوصل رسالتكم صح وبتكون نتائجها كتير حلوة على الأرض، وبنتمنى تتقدم كل التسهيلات إن كان لكم وإن كان للمغتربين الخارج سوريا. عم نسمع كتير بمغتربين عم يحاولوا إنهم يبعثوا ويساعدوا، فبنتمنى اليوم تكون الإجراءات أقل أكثر ليونة بهاي القصص. يعني شكرا لحضوركم. شكرا لكم وكل التوفيق اليوم بمهامكم، وإن شاء الله هيك يا رب توصل هاي الوجبات لمستحقيها وبتقدروا ترسموا هاي الابتسامة اللي كنتوا انتم ناويين او الاساس بحملتكم انه انتم تقدروا تحققوها. كل التوفيق لكم. شكرا لكم. اهلا وسهلا بحضرتكم.